بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن محاضراتنا لمادة الاتصالات، محاضرتنا اليوم راح تكون حول النويز ان دلتا مودوليشن سيستم، إضافة إلى مقارنة بين البي سي ام والدلتا مودوليشن سيستم. النويز بالدلتا مودوليشن هنا نقصد بالنويز اللي يحصل نتيجة الكوانتايزيشن بروسيس، وتعرفون ومثل ما ذكرنا محاضرتنا اللي مضت بالبي سي ام انه نتيجة الكوانتايزيشن بروسيس راح يصير عندنا فرق بين قيمة السامبل الحقيقية وبين الكوانتايزيشن ليفل اللي احنا نوجد هذا السامبل قريب عليه، لذلك راح يسبب عندنا هذا التقريب للسامبل للكوانتايزيشن ليفل نسبة من الخطأ، هذه سميناها الكوانتايزيشن ايرور. هنا راح يكون عندنا مثل ما تعرفون بالدلتا مودوليشن راح يكون عندنا فقط مستويين من الكوانتايزيشن اللي هي ماينس دلتا ودلتا. راح نفرض هنا انه النويز يكون يونيفورم ديستريبيوشن بين ماينس دلتا والدلتا، يعني راح يكون نسبة الخطأ موزعة بصورة منتظمة ما بين الدلتا والماينس دلتا. النويز بالكوانتايزيشن بالدلتا مودوليشن قيمتها راح تكون بي مضروبة في الدلتا سكوير مقسومة على اف سامبلينج في 3. مثل ما نعرف انه احنا عندنا السيجنال تو نويز ريشيو راح تكون، طبعا هنا نقصد بها بالكوانتايزيشن ايرور، راح تكون تساوي لنا السيجنال باور اللي هي عادة ما نحسبها من المين افريج سكوير للانبوت مسج مقسومة على النويز بالنسبة للكوانتايزيشن، هذا اللي حسبناها قيمته. فلو عوضنا هذا فراح تكون عندنا 3 في اف سامبلينج مضروبة في السيجنال باور المين افريج سكوير للإشارة مقسومة على في بي. لو أخذنا المثال التطبيقي عليها وفرضنا أن الانبوت مسج هي تكون عندنا اي كوساين اوميجا ام تي، ونشوف شلون نقدر نوجد بالنسبة للانبوت مسج اللي هي تكون بشكل اي كوساين اوميجا ام لها المعادلة النهائية بالنسبة للسيجنال تو نويز ريشيو. هنا مثل ما نعرف انه المين افريج للكوساين اوميجا ام راح يساوي لنا اي سكوير على 2، على اعتبار انه الكوساين اوميجا ام المين افريج سكوير اليه هو نصف، فلذلك راح تطلع عندنا المين سكوير افريج لهذه الانبوت مسج راح تكون اي سكوير على 2. اكو عندنا ملاحظة اخرى شفناها انه عندنا بالدلتا مودوليشن عندنا امر يحدث اللي هو السلوب اوفرلود اللي قلنا عادة ما يكون نتيجة الزيادة السريعة بالانبوت مسج، لذلك راح تتطلب فترة من الدلتا او الصعود بقيمة الدلتا حتى يقدر يوصل او يقدر يتقرب من قيمة الـ F of T. لذلك حتى نتجنب وجود السلوب اوفرلود، تو افويد سلوب اوفرلود، راح لازم تكون عندنا قيمة الامبليتيود بالمسج على الاقل يكون تساوي لنا دلتا مضروبة في الاف سامبلينج مال الدلتا مودوليشن مقسوم على 2 باي اف ام. نعوض هذا بدل هاي الاي سكوير هنا، ونعوضه في معادلة السيجنال تو نويز ريشيو، لذلك راح يكون اي سكوير على 2، فهاي قيمة الاي نعوضها هنا، فراح يصير عندنا اي سكوير اللي هي دلتا في الاف سامبلينج مقسومة على 2 باي اف ام، كلها هذه تربيع مقسومة على 2 اللي هي تمثل لنا قيمة الاي، واللي هي تمثل كل هذا المقدار يمثل لي السيجنال باور مقسوم على النويز باور او الكوانتايزيشن نويز اللي هو الدلتا سكوير على 3 في بي على الاف سامبلينج. هاي المعادلة بعد ان نرتبها راح نصل على انه السيجنال تو نويز ريشيو بالدلتا مودوليشن لما تكون عندي الانبوت اي كوساين اوميجا ام تساوي لنا 3 مقسومة على 8 باي سكوير مضروبة في الاف سامبلينج بالدلتا مودوليشن اس 3 مضروب في 1 على اف ام سكوير في بي. ملاحظة مهمة هنا عندنا انه الاف ام مضروب في بي، لو كان الاف ام يساوي لنا بي فراح تصير عندنا المعادلة بالشكل التالي، سيجنال تو نويز ريشيو راح تساوي لنا 3 مقسومة على 8 باي سكوير مضروبة في اف سامبلينج على بي اس 3، على فرض انه الاف ام تساوي لنا البي، لان بعض الاحيان تكون
قيمة الاف ام لا تساوي النبي. ومثل الاف ام هو يمثل الفريكوانسي اوف انبوت مسج، والبي يمثل لي الباندويث اوف انبوت سيستم. فبعض الاحيان يكون متساوي، او بعض الاحيان يكون الاف ام اقل من البي. فلذلك ننتبه لو كان متساوي ناخذ نقدر نستخدم هذا القانون، واذا كان قيمته غير متساوية نقدر نستخدم هذا القانون. ناخذ مثال تطبيقي حول النويز بالكوانتايزيشن. هنا المثال يقول a delta modulation system is designed to operate at sampling frequency of 6 kHz and step size of 250 ملي فولت. المطلوب من عندنا اول مطلب نوجد the maximum amplitude of 1 kHz of sinusoidal signal for which the delta modulation does not show the slope overload. هذا المطلب الاول تقريبا مر علينا بالمحاضرة اللي مضت. يريد نحسب له قيمة الامبليتيود بحيث ما يكون عندنا سلوب اوفرلود بالدلتا موديليشن لموجة تكون سينوسويدال والتردد مالتها قيمته 1 كيلو هرتز. المطلب الثاني اللي هو يعنينا السيجنال تو نويز ريشيو. هنا من المثال عندنا الاف سامبلينج بالنسبة للدلتا هو مثل ما مطينا 6 كيلو هرتز، والدلتا هي 0.25 فولت. وننتبه هنا بما انه مشار انه هذا التردد هو هل هو النايكوست ريت او هو ازيد من نايكوست ريت، فلذلك اذا ما يشير الى نعتبره هو النايكوست ريت حتى نقدر اذا احتاجينا نحسب البي نقدر نوجدها. لذلك المطلب الاول عندنا الاف ام منطينا اياه بالمطلب الاول اللي هو 1 كيلو هرتز. نجي نطبق الاي المفروض تساوي لنا دلتا في الاف سامبلنج مقسومه على 2 باي في الاف ام. عندنا الدلتا 0.25 مضروبه في 6000 اللي هي تمثل لي الاف سامبلنج مقسومه على 2 باي بالاف ام اللي عندنا 1 كيلو هرتز، وراح نقدر نحسب الاي قيمتها المفروض 0.238 فولت. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني اللي هو يعنينا واللي يريد بيه نحسب السيجنال تو نويز ريشيو بالنسبه للبوينت. بالنسبه للمطلب الثاني هنا عندنا الاف سامبلنج بالدلتا موديليشن منطينا اياه بالسؤال 6000 هرتز. لذلك راح نعتبر انه الاف سامبلنج بالدلتا موديليشن هو نفسه النايكوست ريت، لان ما منطينا اي ملاحظه عنه، فلذلك راح اعتبره هو النايكوست ريت. نقدر نستخرج البي على اعتبار انه النايكوست ريت هو يساوي لنا 2 في البي، اذا البي راح يساوي لنا الاف سامبلنج على 2 وتطلع البي 3000. عندنا قانون السيجنال تو نويز ريشيو راح يساوي لنا 3 مقسومة على 8 في الباي سكوير مضروبة في الاف سامبلنج اس 3 في 1 على اف ام سكوير في بي. وبما انه هنا عندنا البي مختلفة عن الاف ام لذلك نستخدم هذا القانون. نعوض هنا راح تصير عندنا 3 مقسومة على 8 باي سكوير مضروبة في 6000 اس 3 مضروبة في 1 على الف اس 2 في 3000 اللي يمثل لي هذا البي وهذا يمثل لي الاف ام. بعد ان نعوض هذه القيم نحسبها راح نلقى انه السيجنال تو نويز ريشيو يساوي لنا 2.735. واذا ردنا نحسبها بالدي بي فراح ناخذ 10 لوج هذا المقدار اللي هو 2.735، فنحصل على انه السيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي راح تساوي لنا 4.42. هذا مثال تطبيقي عن الكوانتايزيشن نويز. نروح الى مقارنه بين البي سي ام بلس كود موديليشن والدلتا موديليشن سيستم حتى نقدر نشوف الفرق بين التو سيستمز. اسيومينج بوث سيستم انه السيستم عندنا اللي نستخدمهم يوز ذا سيم باند ويث فور ترانسميشن ا بيس باند انالوج سيجنال اوف ا باند ويث بي هيرز. راح نفرض انه البي سي ام والدلتا موديليشن اثنيناتهم ينقلون اشاره الباندويث مالتها بي وهي بالاساس انالوج سيجنال. فاذا كان عندنا الاف سامبلنج ريت فور بي سي ام وذ ان بيتس، على اعتبار انه بالبي سي ام مثل ما تعرفون نحتاج ان بيت حسب النمبر اوف ليفلز وحسب المعادلات اللي تحكم هذه القيمه، بينما بالاف سامبلنج بالدلتا راح يساوي لنا sampling rate for delta modulation. ومثل ما نعرف انه بالدلتا موديليشن ما نحتاج n bit وانما راح يكون عندنا اما دلتا او ماينس دلتا. The bit rate for two system R. اذا اول مبدأ راح نشوف المقارنة بالنسبة للبيت rate. مثل ما تعرفون البيت rate
الRB بالنسبة للBCM راح يساوي لنا N في الF sampling، والF sampling مثل ما تعرفون هو Nyquist rate، فراح يكون عندنا N في 2B، هذا بالNyquist sampling. بينما بالدلتا موديليشن الRB راح يساوي لنا الF sampling على اعتبار انه ما عندي اني N bit حتى اقدر امثل بيها number of samples. For equal bandwidth، هنا لو فرضنا انه الباندويث متساوية بين الـ RB BCM والدلتا موديليشن، فراح يكون عندنا على ضوء هذا الفرضية راح يكون عندنا الـ F sampling بالنسبة للدلتا موديليشن راح يساوي لنا 2NB، على اعتبار انه هنا فرضنا انه الباندويث نفسها، فلابد ان يكون عندنا الـ F sampling نفسه 2NB حتى نقدر يكون عندنا هذه الفرضية صحيحة. بقى عندنا النقطة الثانية هي signal to noise ratio. signal to noise ratio هنا if the channel signal to noise ratio is high, the performance of BCM and delta system is limited by the quantization noise. على اعتبار انه هنا راح نقارن فقط بالنسبة للquantization noise. السيجنال تو نويز ريشيو بالبي سي ام مثل ما شفناه سابقا تساوي لنا 3 على 2 مضروبه في الام سكوير، وقلنا الام سكوير هي تساوي لنا 2 اس 2 ان، وعاده ما الان قلنا هي اكبر او يساوي لنا 2. اما بالدلتا موديليشن مثل ما شفنا هي تساوي لنا 3 على 8 باي سكوير مضروبه في اف سامبلنج على بي اس 3، وهنا قلنا فيما لو كان عندنا البي تساوي لنا اف ام، وهذه اذا عوضنا عن الاف سامبلنج مثل ما فرضنا بفرضيتنا هنا انه الاف سامبلنج 2 مضروبه في الان بي، فراح نقدر تكون السيجنال تو نويز ريشيو تساوي لنا 0.3 في الان اس 3، اسيومينج هنا اف سامبلنج تساوي لنا 2NB نفس مقدار ال 2NB اللي هي بالبي سي ام. assuming bandwidth of both system are equal، يعني ما معناه لابد ان يكون الاف سامبلنج بالدلتا موديليشن يساوي ال 2B بالبي سي ام. thus for fixed bandwidth DM او الدلتا موديليشن بيرفورمانس از يكون عندنا شنو اقل كفاءه، راح يكون اقل كفاءه من البي سي ام. يعني ما معنى لو كان عندنا فرضيه انه الباندويث مالتهم اثنيناتهم والاف سامبلنج بالدلتا موديليشن يساوي لنا 2NB، فهنا راح يكون عندنا البي سي ام افضل او اكثر يكون ملائم من الدلتا موديليشن. For example if the bandwidth is suitable for 8 bit BCM، لو فرضنا انه الباندويث هي راح تكون مناسبة لإرسال 8 bit BCM code، وعليه نفس فرضياتنا اللي فرضناها راح يكون عندنا signal to noise ratio بالبي سي ام تقريبا 50 dB، بينما بالدلتا موديليشن راح يكون عندنا تقريبا 22 dB. واحدة من مقترحات انه نحسن اداء الدلتا موديليشن بالنسبة لنقطة السيجنال تو نويز ريشيو راح يكون عندنا استخدام variable step size، يعني ما معناه الدلتا ما راح تكون ثابتة وانما تكون متغيرة. بالنسبة للباندويث requirement BCM require higher bandwidth than delta modulation، وهاي النقطة كلش مهمة انه على اعتبار انه بالبي سي ام راح نحتاج n bit، فلذلك راح تكون عندنا الباندويث مقارنة بالدلتا موديليشن أعلى. أما بالنسبة للإكويبمنت كومبلكسيتي شفنا أنه الهاردوير ريكويرمنت تو إبليمنت دلتا موديليشن إز ماتش سمبلر ذان ذات ريكوايرد فور إبليمنتينج بي سي إم هاردوير. إذن بالنسبة للدلتا موديليشن شيء طبيعي الباندويث اللي يحتاجها أقل، وإضافة إلى ذلك الكومبلكسيتي بالنسبة للسيستم راح تكون أبسط بهواية بالدلتا موديليشن. إضافة إلى ذلك إنه بالدلتا موديليشن راح يكون عندنا السيجنال تو نويز ريشيو مقارنة بالبي سي ام يكون السيستم أقل، لذلك أكو مقترحات إنه نستخدم الفاريبل ستيب سايز حتى نقدر نحسن به السيستم. لهنا تكون انتهت محاضرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.